اهلا وسهلا بيكم مع دكتور سعيد في الفيديو رقم 3 اللي هنتعلم فيه مشكلة تانية من مشاكل النطق بتاعت اللغة الفرنسية، هو الفرق ما بين حرف البي والبي. في حاجة مهمة جدا عايز اقولها قبل ما نخش تفاصيل الموضوع ده، هو ان البي موجودة بالعربي اولا زي ما نقول باب وشباك، والبي مش موجودة في العربي، بس الحرفين دول في اللغة الفرنسية حرفين مميزين وما ينفعش خالص ان انا اخلط ما بينهم في اي كلمة كانت، اوكي؟ لانه هيعمل لي مشاكل، اما مشاكل في المعنى، اما ممكن تيجي مثلا بالصدفه كده في كلمه ما ينفعش انها تتقال. المفروض ان احنا نخلي بالنا جدا ونحاول نتدرب على نطق الصوت ده بشكل سليم. هاخد مثل في اللغه العربيه لحروف متشابهه ونعرف ايه يعني الفرق ممكن يعمل ايه. لو خدنا فرق مثلا زي ايه، كلمه زي حرف الضاد، الضاد وحرف الدال، كويس؟ زي مثلا ما ناخد كلمه ايه، كلمه عض وكلمه عد. عض عارفين يعني عض، وعد معروف معناها، واستحالة ان احنا نحط دي مكان دي، يعني الفرق رهيب. يعني دي الواحد بدل ما تقول له عض تقول له عد، والعكس يعني ما ينفعش، ما حدش بيعمل. لو عملناها احنا الشخص اللي هيفهم ولا اي حاجة من دي خالص. ممكن نلاقي مثلا كلمة تانية زي فرض وفرد، الفرض حاجة والفرد حاجة تانية. طبعا انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله. حرف السين والصاد حروف قريبة من بعضيها لكن ما ينفعش اخلط ما بينهم. مش واحد بدل ما اجي اقول عصير اقول عسير، عسير لها معنى وعصير لها معنى تاني. حرف القاف وحرف الكاف، القاف والكاف حروف قريبه من بعضيها، بس لاي واحد بيتكلم عربي عارف كويس جدا ان في فرق بين الاثنين، واستحاله ان انا احط واحد مكان التاني. يعني مثلا بدل ما اقول قل اقول كلا، دي معنى ودي معنى، اوكي؟ نفس الموضوع بيحصل في اللغه الفرنسيه، يعني ما ينفعش واحد يبقى اسمه بول واجي اقول له بول، يعني لو ما ضربنيش يبقى كويس. يعني حرف البي الاولاني احنا قلنا ان هو موجود في اللغه العربيه، وحرف البي اللي هو الجديد ده هنعمل فيه ايه بقى؟ حرف البي عشان نعمله، لو لاحظتوا ان البي تحسه يعني في ناس تقول لك ايه ده خفيف ده تقيل، ولا خفيف ولا تقيل ولا حاجه خالص. هو كل حكايه ان انا بملى بقي بالهواء، بنفخ شويه كده هواء وادفع الهواء بحيث ان هو اللي يفتح الشفايف، هو اللي يخرج، اوكي؟ فيديني الصوت بتاع الب. فاحنا لازم الاول نتدرب على الحته دي، ننفخ هنا الاول ونخرج الصوت ب ب ب ب ب ب ب. بقينا نسمع الصوت دلوقتي ب ب. التاني مش كده، التاني ب ب ب، مفيش هوا، لكن ده لازم يكون هوا. ولما نقول لازم يكون هوا يعني فعلا لازم يكون في هوا، لو مفيش هوا الصوت مش مي. يعني تلاقي انت بتكلمه يقول لك باردون كاسكي بوفلي دير، مش فاهم اصلا هو انت بتقول ايه. فلازم اعمل كده ب ب ب ب الاول نبالغ ب ب، بعد كده ممكن نخف شويه المبالغه، بس لازم يفضل في موضوع الهوا ده ب ب ب. طيب في مجموعة كلمات هنا نقراها مع بعض ونأكد على نطق حرف البي، فتبقى أب أب ونبالغ أب، مش مشكلة لما نبالغ في الأول لحد ما نتمكن من الحرف وبعد كده نبقى نتكلم بشكل عادي. أب إيب أب أب أب، أبل أبل، أبس أبس، أبت أبت، با با، بي بي بي، بو بو، بال بال، بار بار، بات بات، بير بير، بيل بيل، بيث بيث، بور بول. هناخد مجموعة كلمات تانية اللي هي متشابهة بس مختلفة في حرف البي، يعني تركيبة واحدة نفس الحروف الباقية ثابتة، هو بس البي والبي اللي هيتغيروا، ودي بقى نتدرب عليها كتير جدا جدا جدا، تبقى شغلتكم. نقعد فترة كبيرة حتى لو تهيألنا ان احنا خلاص كده بقينا اساتذة في الموضوع، لا نكرر 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 نكرر، ويا ريت كمان نرجع كل الموضوع كل فترة. طب أول حاجة إيه؟ با بعدي با با، والتانية تبقى با با، بعد كده بو 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 مفيش هوا، التانية تبقى بو 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 بو، سامعين؟ بعد كده بي بي، والتانية بي بي، اوكي. هناخد كلمات تانية برضو، بال بال ما فيش هوا، التانية تبقى بال بال، بعد كده بار بار، والتانية بار بار، بول بول، والتانية بول بول، اوكي. حاولوا على قد ما تقدروا تكرروا الكلمات دي كتير، وتخلوا بالكم دايما ايه من المبالغه، لما اجي اعمل البي يبقى لازم انفخ شويه، بي بي با
با با بو بو، نعملها بالراحة وبعد كده نسرع شوية. بي با بو، بي با بو، بي با بو، بال بال بال، بور بور بور، بير بير، وهكذا. اوكي، لحد الموضوع ما يبقى سهل معاك. ارجو ان يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش زي ما بفكركم في كل مرة تعملوا لايك عليه وتضغطوا على زر الاشتراك علشان توصلكم بقية الفيديوهات الجاية ان شاء الله.